بتعديل قانوني يوسع النطاق ويشمل كافة الفئات. وافق مجلس الأمة على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. أبرز التعديلات: تعديلات القانون الجديد تضمنت إضافة فئتي بطيء التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب وقدراتهم الحسية والبدنية والعقلية.